السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس عبير سمير، وبيجدد لقائي مع طلابي حبايبي طلاب الصف الثالث الابتدائي. نكمل مع بعض شرح دروس منهج الديسكفر للفيرست تيرم. النهارده ميعادنا مع ليسون 3 من تشابتر 3. تشابتر 3 كان اسمه جيت فيت وذ هيلثي ايتينج، او ان احنا ازاي نتناول طعام صحي عشان جسمنا كمان يبقى هيلثي اند فيت، او صحي وسليم. Lesson 3 اسمه My Diet. My Diet هنا أول ما بقول كلمة Diet بقول للولاد What is meant by Diet، أو أنت عارف يعني إيه معنى كلمة Diet، أو إيه معنى كلمة Diet أول ما جت كده في الليسن ده أنت تقول لي إيه معنى. أكيد سمعتها كتير في البيت، حد بيقولها، ماما بتقولها، بابا بيقولها، إخواتي بيقولوها، حد كبير بيقولها. فنبدأ نستعرض مع بعض بعد ما أخد أفكار الولاد ونعمل برين ستورمينج وكلهم يفكروا يعني إيه كلمة دايت ويقولوا معناهم زي ما هم عارفينها. هقول له إن your body needs food because food contains nutrients. جسمنا بيحتاج الفود، بيحتاج إن أنت تاكل. ليه؟ لأن الفود ده contains nutrients. nutrients يعني عناصر غذائية اللي هي المهمة جدا عشان جسمك يكبر ويبقى قوي وصحي وسليم. That supply your body with energy. يبقى الفود اللي أنا هاكله ده supply my body، أو هيمدي جسمي ويديله energy وطاقة. All living things need energy to live. كل الكائنات الحية محتاجة الانرجي ومحتاجة الطاقة عشان تقوم وتتنطط وتلعب وتذاكر وتعمل كل الاكتيفيتيز والأنشطة اللي أنت عايزها. Food also provides living things with nutrients that are necessary for their healthy growth. يعني الفود كمان مهم جدا لكل living things ولكل الكائنات الحية، والnutrients أو العناصر الغذائية اللي فيه necessary very important مهم قوي for healthy growth عشان ينمو بشكل صحي، جسمك يكبر بس مش يكبر بضعف، لا يكبر وهو صحي وسليم وقوي. Everyone has their own diet that includes the amount and types of food he eats. كل واحد مننا ليه his own diet أو الدايت بتاعه. الدايت ده includes بيشمل إيه؟ the amounts and types of food he eats، يعني أنواع الأكلات والكميات اللي بياكلها. يبقى أنا فهمت كده إن كلمة دايت مش دايت اللي بنعمله عشان تلوز ويت أو عشان تخس، إنك تقلل أكلك عشان تخس، تاكل أنواع أكلات معينة وما تاكلش مثلا الرز والعيش عشان نخس ولوز ويت. لا، الدايت معناه the kind of food that a person eats regularly، يعني الأكل اللي أنت بتاكله، الميلز، الوجبات بتاعتك، ده اللي اسمها دايت. فيور دايت هنا مش معنى الأكل اللي باكله عشان أخس، لا، معنى الأكل العموم اللي أنت بتاكله في حياتك اليومية بشكل طبيعي. Your diet must contains different types of nutrients. لازم أكلي، وجباتي تكون فيها different types أو أنواع مختلفة من النيوترينتس، من المغذيات والعناصر الغذائية اللازمة لجسمي. فبنبدأ في الليسون ده نشرح لهم يعني إيه نيوترينت. نيوترينت دي an element of food that provides energy and is necessary for healthy growth. زي ما قلنا عناصر غذائية لازمة بتدي جسمك طاقة ومهمة عشان جسمك ينمو بشكل صحي وسليم. النيوترينت، ومن هنا في بروجكت حلو قوي 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 واكتيفيتي نقدر نعمله عليه، وبالفعل الولاد معايا في الاونلاين سيشنز عملوه، وهوري لكم باسماء الولاد كمان البروجكتس او الاكتيفيتي اللي سلموها لي على الدرس ده. اولا النيوترينتس عندي او العناصر الغذائية اللازمة والحاجات، بصوا بقى انتوا بتاكلوا ايه في فطاركم او في غداكم او في عشاكم او في السناكس اللي بتتناولوها. هنشوف الحاجات اللي انتوا بتاكلوها، الدايت بتاعكم ايه، وانت من بعد الليسون ده تقدر تعمل كده تحليل للاكل اللي بتاكله او الدايت اللي بتاكله which you eat، وتقدر تحدد النيوترينتس او العناصر الغذائيه اللي كانت جوه الاكل اللي اكلته ده ودخلتها جسمك لما كان. عندي الكربوهيدراتس او النشويات، دي موجوده في الحاجات اللي معموله من الويت، القمح، المكرونه، الباستا، المكرونه، الرايس، الرز، البريد، العيش. برضو في فروتس، الفروتس زي البنانة مثلا، الفروتس دي بيبقى فيها برضو كربوهيدرات صحية أو نشويات صحية. البروتينز، البروتين، وعلى فكرة الهاني أو العسل برضو فيه كربوهيدرات ونشويات صحية.
البروتينز، البروتينز دي بقى زي اللي بتاكلها في الغداء، اللحمه، السمك، الفراخ، الجمبري، البيض، اللبن اللي بنفطر بيهم، كل دول بروتينز. الفاتس او الدهون، ماما وهي بتاكل ايه؟ ده انا باكل فاتس، باكل دهون. اه طبعا ماما طبخه الاكل، حتى حته باتر، زبده، حتى سمنه، حتى اويل، الزيت، ده كله فاتس. انت وانت بتاكل ناتس او مكسرات انت دخلت جسمك فاتس. انا هنا مش عايزه حد يفتكر ان انا ايه ده كل ده، هو انا هدرس كل الاكلات دي وفيها ايه؟ لا، انا ديسكفر ما عنديش فيه امتحان، انا في ديسكفر عايزه اخد معلومه، اتعلم معلومه، ابقى عارف وعندي الابيليتي او القدره ان انا وانا باكل دلوقتي وبتغدى باكل بقى فيش، تشيكن، ميت، بشرب الصبح على الفطار ميلك، بناكل ايج، ابقى عارفه ان انا باكل كده حاجه اسمها بروتين. مامي طبخه الاكل، حاطه فيه شويه اويل، حاطه فيه شويه باتر، بتديني شويه نقص او مكسرات اكلها، عارفه ان دي اسمها فات، فيها نيوتريانت او عنصر غذائي مهم لجسمي اسمه فات. ناكل عيش، رز، مكرونه، الحاجات دي كربوهيدرات. عندي برضو الكربوهيدرات بيبدا يقول لي ان هم الامبورتنس والاهميه بتاعتهم زي بروفايد ذا بودي ويز انرجي. انا قلت الكربوهيدرات دي بتاكل مثلا جرينز، الحبوب، بتاكل بوتيتس، البطاطس، بريد، العيش، مكرونه، الرايس، حتى الرز، الحاجات دي كربوهيدرات. وقلنا الفواكه زي البنانا فيها كربوهيدرات، الهني، العسل فيه كربوهيدرات. الكربوهيدرات الامبورتنس او الاهميه بتاعتها انها بروفايد ذا بودي ويز انرجي، بتدي جسمك طاقه. اسرع اكل بيحصل له دايجست او هضم فبيدي جسمي انرجي سريعه. البروتينز بس طبعا الكربوهيدرات واي تايب اوف فود هناخده لازم ناكل بسمول اماونت او بكميه مناسبه. اي حاجه هتاكلها زياده عن حدها هتتقلب ضدها، هتبقى حاجه ممكن تخلي تاخد وزن كتير، تدخن مثلا، جسمك ما يبقاش صحي. لان حتى الاكلات الصحيه لما بناكلها بكميات كبيره بتتحول للواحد بيتخن، وبالتالي بتبقى غلط على صحته. فكل حاجه بناكلها بسمول اماونت او بكميات مناسبه كده، سويتبل اماونت، كميات مناسبه عشان تخلي جسمنا صحي وسليم. البروتينز قلنا في الايج والفيش والميت والتشيكن. الامبورتنس احنا بناكل بروتين ليه؟ البروتين ده help in building maintaining and replacing tissues in the body. يعني ايه؟ اولا ايه اللي يخلي جسمك ما يفضلش صغير من ساعه ما اتولدت؟ ليه جسمك بيكبر؟ help your body to grow، بيخلي جسمي يكبر البروتينز دي. حتى الناس الرياضيين واللي داخلين بقى مسابقات تلاقيهم يحرصوا ان هم ياكلوا بروتينز كتير جدا جدا. ليه؟ قبل المسابقه عشان build muscles، تبني العضلات. برضو الناس اللي مجروحه في ووند او في جرح او بعد عمليه معينه بيبقى الدامج تيشو او الانسجه اللي في جسمه مكان الجرح دي اتقطعت، بتبدا البروتينز يقول لك كل بروتينز كتير. ليه بقى؟ لحم وسمك وفراخ وبيض ولبن، البروتينز دي بتعمل ريبير للدامج تيشو او بتصلح الانسجه اللي فسدت دي وتطلع مكانها تاني، فتلاقي الجرح ده لم وخف. الفاتس قلنا الدهون في الفيجيتابل اويل، في النتس، في البتر، ودول الزيت بقى، الزبده، السمنه، المكسرات. فدي الفاتس دي مهمه جدا. طبعا كل حاجه كترتها قلنا بتتخن، لكن انا لما اخد بسويتبل اماونت او بكميه مناسبه هي مهمه تو بروفايد ذا بودي ويز انرجي، بتدي جسمك طاقه. also are important for the brain، مهمه جدا لسلامه مخنا، ودي حاجه مهمه جدا. فلما يقول لي مثلا في نمبر 2 من الليسن 3 ده I am an expert، أنا بقى دلوقتي خبير، أنا بقيت دلوقتي خبير، أقدر أعرف الأكل بتاعي مهم في إيه، والأكلات بتاعتي فيها نيوتريانت أو عناصر غذائية اللي اسمها إيه. ف our bodies need food because food gives us air. أنا جسمي فعلا محتاج food، بس الفود ده بيديني هواء؟ air؟ لا، ده بيديني energy، فدي false. All living things، كل الكائنات الحية need energy to live، محتاجة energy عشان تعيش. طبعا مش هقدر أعمل حاجة ولا أتحرك من مكاني غير ما معايا energy، عندي طاقة، والطاقة باخدها من الفود which we eat. إيه اللي بنعمل؟ A diet must contain different types of nutrients. الدايت بتاعك، أنا قلت مش زي ما بنستخدمها بشكل خاطئ، إن الدايت النظام الغذائي اللي بتبعه والأكلات اللي ببطل أكلها عشان أخسر وزن وأخس. لا، الدايت هي your meal أو الوجبات اللي أنت بتاكلها، أكلاتك، وجباتك. فلازم تكون فيها different types of nutrients، وكل العناصر الغذائية فيها carbohydrates، فيها fats، فيها proteins. آه طبعاً لازم يكون فيها كل الكلام. الفيتامينز هنا من الفيتامينز المهمة جدا في حياتنا، فيتامين A، فيتامين B، فيتامين C، فيتامين D، فيتامين E، فيتامين K.
ما يهمنيش ان انا افضل بقى احفظه انت لو كلت كذا وكذا تاخد فيتامين كذا، لا نبقى عارف عشان نعمل اكتيفيتي زي اللي هوريه لكم بعد شويه. لما اكل كاروتس، الجزر، اورنج، برتقان، اكس، دي من امثله الاكلات والوجبات والميلز والدايت اللي تاكلها تو جيت فيتامين اي، يبقى انت جسمك دخل له فيتامين اي من الكاروت والاورنج والاك. وفيتامين اي مهم جدا فور ايز، لعينينا، سكن، جلدنا وبشرتنا تبقى ناعمه وجميله وفيها نضاره. تيف، لصحه وسلامه اسناننا وتبقى اسنان قويه اند بونز هيلثي، وكمان صحه وسلامه العظام يبقى عظمك قوي، مش اي خبطه وانت بتلعب تلاقي عظمك اتكسر. في فيتامين بي الحقيقه هو كده حاجه كومبلكس كده، مركب من مالتي فيتامينز، فيتامينز كتيره في بي. في حاجه اسمها بي 1 وبي 2 وبي 6 وبي 12. ميت، اللحمه، نوتس، مكسرات، فيش، الاسماك، ميلك، اللبن، يوجرت، الزبادي، ده بيبقى فيه تشكيله فيتامين بي. فيتامين بي مهم للسكن، بشرتك وجلدك، المسلز، عظمك وعضلاتك، العضلات يعني، البلد هيلثي، صحه وسلامه الدم طبعا اللي قلنا ودرسنا في درس الهارت انه بيتوزع على كل البادي بارتس وكل حته في جسمنا، وشايل الفود والووتر والاكسجين ويغذي جسمنا بيه. ومهم للنيرف سيستم اللي فيه البرين او مخنا. لو خدنا اورنج او ليمون او جوافه او كيوي فيهم فيتامين سي، وبينصحوا بيهم كتير وقت الشتاء الوينتر سيزون عشان بروتكت اس فروم ذا كولد، او بيحمينا من نزلات البرد، وسبورت الاميونيتي سيستم او بيقوي جهاز المناعه فبيحمينا ضد نزلات البرد ما يجيناش برد كل شويه. لو كان الليفر اللي هي الكبده، فيش، السمك، وميلك، شربنا اللبن كده برضو فيهم فيتامين اسمه فيتامين دي، وده مهم جدا فور سترونج بونز اند تيس عشان يبقى اسنانك قويه وعظمك قوي. ودي من الحاجات اللي بتخليهم يقولوا ايه، لازم نتعرض للشمس يوميا، نعرض جسمنا للشمس او نمشي في الشمس او تقعد في البلكونه بتاعتك تتعرض للشمس الفتره اللي قبل الظهر. ليه؟ عشان تحفز تكوين فيتامين دي في جسمك فتخلي البون والتيث سترونج او عظامك واسنانك قويه. الويت، الحاجات اللي معموله من القمح، البروكلي، بروكلي والفيجيتابل اويل والسبانيش اللي هي السبانخ، كل الحاجات دي غنيه بفيتامين اي. فيتامين اي مهم جدا فور ذا هارت اند ذا بلاد، لسلامه قلبك ودمك. لو كلت بير، الكمثرى، كيوكمبر، الخيار، الكابج، الكرومب والبروكلي فيهم فيتامين كي المهم فور بون اند بلاد، مهم لعظمك ومهم برضه لدمك. ونفس الكلام في المينرالز اللي عندي، المعادن زي الكالسيوم، زي الايرن، زي البوتاسيوم، زي الزنك. وزي ما اتفقت معاكم في زي بيج هنا كده في الليسون 3 بيبدا يقول له ايه الحاجه، الاج مثلا في ايه، الفيجيتابل اويل في ايه. كل ده انا يهمني منه حاجه واحده بس، الاكتيفيتي او البروجكت، ان انا عايزه الولد يبقى يفهم ان الدايت ما ينفعش حد يجي يقول انا بحب اكل لحمه لكن ما باكلش مثلا فواكه وخضروات، انا بحب اكل رز ومكرونه جدا ما بحبش اكل التشيكن معاها، او ما بحبش اكل سمك لكن بحب اكل الفراخ. انا بفهمكم ان الدرس ده اهميته ان الولد يبقى فاهم ان كل دي نيوتريانس لازم تدخل جسمه لسلامه جسمه وفور هيلثي جروينج عشان يبقى جسمه صحي وقوي وينمو بصحه وسلامه. حتى هنا عندنا جزء ايتينج رينبو، انت تعرف تاكل رينبو يعني ايه رينبو؟ هيقول لك قزح اللي فيه 7 كولرز وسبع الوان وبيظهر في السماء لما الدنيا بتمطر ات ساني داي في يوم مشمس. انت بتاكل رينبو؟ اه ممكن اكل رينبو. ازاي؟ شايف الميني كولرز بتاعت الفروت والفيجيتابلز دي؟ فعندي زي سكادول او تيبل، جدول تحت، يلا جمع لي واكتب لي اسماء الحاجات الاكلات الفروت والفيجيتابلز اللي لونها ريد او اورنج او يلو او جرين او بلو او بيربل. ده اكتيفيتي حلو. ويا سلام بقى لو نقطع الصور دي كمان ونخليه زي كات اند بيست، يقصها وايه ويحطها في مكان. فاحنا فهمنا كده النيوترينتس دي، تعالوا نشوف الولاد عملوا ازاي الجزء ده في البروجكت او الاكتيفيتي في الاونلاين سيشنز معايا. اول حاجه معانا بنوته عسوله جدا اسمها ساره احمد. انا كنت قايله لهم ان انت هتختار اونلي وان تايب from the nutrients، ما تتكلمش عن nutrients كلها وتحط لي project وتجمع لي صور للكربوهيدرات والفاتس والبروتين والفيتامينز، لا اختار حاجه واحده، اختار only type of nutrient. يا ريت طبعا اللي بيحضر معايا في قناه اليوتيوب اشياء ساينس يجرب يعمل ده، يجرب برضو يعمل معانا الموضوع ده، هيبقى حلو جدا وهعرضه له ان شاء الله باذن الله. تقدر تعمله
شير على جروب التعليمي على الفيس اللي اسمه تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير سامي. سارة أحمد اختارت لي البروتين as a nutrient أو عنصر غذائي هام ولازم لبناء الجسم. كتبت لي عليه معلومة في البروجيكت بتاعها وقالت لي إنه build muscles بيبني العضلات. البروتين دي help us grow بيخلينا نكبر وننمو جسمنا يكبر. repair our damaged parts التيشو يعني أو الأنسجة اللي في جرح أو اتقطعت أو حاجة بيبدأ repair يصلحها ويعيد بنائها. وkeep our body strong بيخلي جسمنا قوي. وبدأت تحط شوية حاجات، الحاجات دي صور حاجات لو كانها هناخد فعلا البروتين. بعد كده عندي بروجكت أحمد محمد بلتاجي اختار برضو البروتين وقعد يقول لي الميت مثلا أو اللحمة اللي هناخدها من الكاو، اللحم بتاع الرابط، الهن، الفش، الحاجات دي فيها الملك، الأج، الحاجات دي قاعد يحط لي صور لبروتينز ممكن ناكلها. معانا جنى إبراهيم اختارت الكربوهيدرات، قالت لي زي اللي في الويت، اللي في الحاجات اللي في القمح أو مصنوعة من القمح، البريد، العيش، الباستا، المكرونة، والفروتس، الفواكه. وبدأت تحط بالفعل صور جميلة جداً وكالرفول عليها. جينا أحمد، جينا كتبت لي إن البروتين keep our body strong يخلي جسمنا قوي، help us grow خلينا نكبر، وbuild muscles بيبني عضلاتنا. وحطت لي ملك ويوغرت وميت وتشيكن وإج وفيش، حاجات جميلة جدا يا جينا. وحطت صورها ولونت السيركلز بقى بشكل جميل وبشكل colorful في البروجيكت بتاعها. فيروز وائل اختارت البروتين، كتبت لي معلومة عنه انه important to build muscles زي ما شرحناها في البروجيكت اللي فاتت، وhelp in maintaining and replacing tissues in our bodies، فكرة انه بيبني وبيعيد بناء الأنسجة الثالثة من جرح أو حاجة أو عملية أو أي حاجة يعني في الجسم. حطت لي إن ألاقي البروتينز فين؟ في الميت وفي الفيش وفي التشيكن وكمان في السي فود والإج والملك أند تشيز. ده كله بروتين، وده كان بروجكت فيروز وائل. شطورة فيروزة. عندنا برضو فاطمة إبراهيم كتبت لي البروتين إنه بيلد المسل وهيلب أس تو جرو، وحطت لي صور الميت والفيش والإيج والبينز والشريمب الجمبري والتشيكن، الحاجات اللي ممكن ناكلها توجات البروتين inside our body. عندي برضو هنا عبد الرحمن إبراهيم اختار البروتين معايا وقال لي إنها زي الميت والتشيكن والفيش والإيج، وكتب لي معلومة عنها وحط لي الصور الجميلة دي في البروجيكت بتاعه. مريم محمد اختارت البروتين، كتبت معلومته وحطت لي برضو صور اليوغرت والملك والإج والتشيكن والميت كأز examples لدايتس وأمثلة الميلز ووجبات تاكلها to get البروتين inside your body. هنا إسلام اختارت لي البروتين برضو وحطت لي صور حلوة وعملت لي information زي ما انتوا شايفين. تقدروا تثبتوا الفيديو وتشوفوا كل الصور اللي محطوطة وحطتها لنا هنا في البروجيكت بتاعها. عاصم اختار الفاتس الدهون، فحط لي صورة إزازة زيت وكتب لي vegetable oil، نقص مكسرات والبتر الزبد، وده من التصميمات اللي عملها على موبايله كانت جميلة جدا. آدم وائل اختار الفاتس برضو وقال لي معلومة عنها انها provide the body with energy بتمد جسمنا بالطاقة وimportant for the brain مهمة المخ. وحتى بقى صورة زيت ومنتجات وبتر زبدة ونقص المكسرات كأمثلة لدايتس وميلز هتديك فاتس. بكده نكون شفنا مع بعض كل البروجيكت اللي وصلتني على lesson 3، وشفنا سوا قد ايه البروجكت جميل وايه الهدف النهائي اللي انا عايزه اتعلمه من الدرس. مش احفظ، ان انا ابقى فاهمه حتى لو في نيوتريانت واحد انا عملته وشفت البروجكت والاكتيفيتيز بتاعت اصحابي، فانا اتعلمت ناكل ايه عشان جيت الفات، اتعلمت ايه للكربوهيدرات، اتعلمت ايه للبروتين للفيتامينز. طب كده انا هفهم ان ماي دايت ماست كونتين اول ذا تايبس اوف نيوتريانتس، ولازم يكون في كل العناصر الغذائيه. المهم اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس، واتمنى تشاركوا انتوا كمان بالبروجكت والاكتيفيتي بتاعكم على جروب الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير. ما ننساش نعمل لايك للفيديو على قناة اليوتيوب أشياء الساينس. أقابلكم في فيديوهات شرح جديدة قادمة بإذن الله. مع السلامة.